إذا نعود مجددا متابعي الأوفياء ومتابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة العرائش. إذا واش هذا الشيء في قبال المسؤولين؟ إذا كما كتشاهدوا كارثة بكل المقاييس للأسف الشديد. أمطار الخير أمطار قليلة اللي تعطلت على مدينة العرائش، ولكن للأسف الشديد كما كتشاهدوا الصورة أبلة وغنية عن أي تعليق. للأسف منطقة صناعية اللي بطبيعة الحال معروفة بالحركية والرواج ديالها، الشارع الرئيسي ديالها بطبيعة الحال بالقرب من مجموعة ديال الوحدات الصناعية الكبرى اللي كتعتبر الكبرى بطبيعة الحال مدينة العرائش. للأسف الشديد الطريق ديالها كل حفاري وكل غيص وكارثية بكل المقاييس للأسف الشديد. إذن الصورة تتحدث عن نفسها للأسف الشديد، ترى كل غيص كل حفاري. واش هذا الشيء بطبيعة الحال في قبال المسؤولين؟ واش المسؤولين كيدوزو من هنا؟ واش المسؤولين عارفين بأن المنطقة الصناعية مدينة العرائش كلها حفاري للأسف الشديد؟ الصورة كما قلت أبلغ وغنية عن أي تعليق للأسف الشديد. الصورة تتحدث عن نفسها بعد القطرات المطرية، قطرات ربانية اللي فتحت البنية التحتية بالمدينة. مع العلم بأن هذا الشارع المؤدي إلى أكبر وحدة صناعية بإقليم العرائش للأسف الشديد، الطريق ديالو كله كارثية، والطريق اللي معروفة بطبيعة الحال بالحركية والرواج. كان طريق المنطقة الصناعية كلها حفاري، ونقدر نقول بأن المنطقة الصناعية للأسف الشديد أغلبية فيها حفاري، وفيها للأسف الشديد يعني كما كنقولوا الغيص، وكما قال البرلمان يعني اقليم العرائش بان الغيص الذهب، ها هو الذهب للاسف. المنطقة الصناعية والشوارع ديالها كامل مخصرة للأسف الشديد. نتمنى إعادة الاعتبار وإعادة النظر في الشوارع المؤدية بطبيعة الحال إلى بعض النقط وبعض الأحياء بمدينة العرائش، لأنهم كلهم كارثيين وكلهم في محفار للأسف الشديد. ما نقولوش في غياب تام، ولكن نقولوا اللامبالاة ديال بعض المسؤولين ما مسوقينش كما كنقولوا بطبيعة الحال للأسف الشديد، أو ديما كيتخبطوا كيتشكاو على الميزانية بأنها ميزانية ضعيفة. للأسف يجب إعادة النظر في الطرقات اللي في مدينة العرائش، اللي ولات مدينة العرائش للأسف الشديد كلها حفاري بعد التساقطات القليلة اللي عرفتها المدينة.